السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر بولدك. النهارده هنتكلم على 6 نصايح فشيخه من اليوتيوبر فشيخ عشان تعمل قناه فشيخه. الست نصايح دول هقولهم بناء على حاجات كتيره جدا انا عملتها في حياتي او عملتها في اليوتيوب يعني. وخلينا نبدا على طول لان هم 6 نصايح بس وهم حاجات بسيطه جدا، فا اصلا عملتهم في ربع ساعه يعني. اول نصيحه الاستمراريه. طيب اتكلمنا في الموضوع ده 100 مره قبل كده، ولكن النهارده هنتكلم بشكل مختلف شويه. الاستمراريه حلوه ولكن مش قوي يعني، كل حاجه لها حاجه حلوه وحاجه وحشه. الاستمراريه حاجاتها الحلوه كتير، ولكن انك تنزل فيديو كل يوم بيقتل فيديوهاتك الحلوه. يعني ايه؟ طيب هنتكلم دلوقتي عن موضوع تاني كده ليه علاقه بالموضوع ده، ولكن يعني خلينا نتكلم في الاستمراريه دلوقتي بشكل مفصل شويه. الاستمراريه بتزود من نسبه فيديوهاتك انها توصل للناس. يعني انت لو عملت 100 فيديو غير اللي عمل 10 فيديوهات، حتى لو فيديوهاتك انت وحشه وفيديوهاته حلوه، فيديوهاتك انت حتى لو فيديوهاتك مش هقول لك مستهدفه غلط، برضو في ناس هتشوفها. ولكن فيديوهاته هو لو مستهدفه صح هيوصل قبلك، ولكن فيديوهاتك هتبقى اكتر في محركات البحث. اتمنى تكون وصلت يعني. فدلوقتي بالنسبه لك انت، مين الاحسن، ان يكون فيديوهاتك حلوه ومستهدفه وبتوصل للناس، ولا انك تعمل 1000 فيديو مش مستهدف وبيوصل لناس قليله شويه؟ يعني الاثنين حلوين، الاثنين حلوين، ده هيوصل وده هيوصل، ولكن اللي هيوصل احسن واسرع الفيديو المستهدف، الفيديو الحلو، الفيديو اللي مترتب له، اللي متفكر فيه، الفيديو اللي فيه لايكات كتير، وده هنتكلم عليه بشكل مفصل شويه كمان شويه. تمام. يعني من الاخر موضوع الاستمراريه ده يا جماعه مش معناه انك تعمل فيديو كل يوم، عمرها ما كانت معناها كده. انت لو بتعمل فيديو كل اسبوع فانت كده برضو مستمر على عمل الفيديوهات. موضوع الاستمراريه معناه انك تعمل فيديو مفيد، تعمل فيديو يجيب ناس تتفرج عليه، مش اي حاجه، مش حاطط الكاميرا كل يوم، تحط الكاميرا قدامك 10 دقائق تقطع منهم، او تحط الكاميرا طول اليوم تقطع منهم 10 دقائق وتنزلهم عندك على القناه. فده مش معناه انك كده مستمر. انا ساعات بعمل كده، ساعات بحط الكاميرا وبقعد اتكلم بعمل حاجه، لكن بتبقى معلومات مفيده. انا ما اقصدش ان انا اعمل فيديو كل يوم معنى كده ان انا مفكرش، معنى كده ان انا ما عنديش فكره، معنى كده ان انا مش عامل فيديو يفيدك، معنى كده ان انا بحاول احافظ على الديلي ابلود وخلاص عشان الفيديوهات قناتي تبقى فيها فيديوهات كتير وتظهر اكتر في محركات البحث. لا، ده مش معناه كده خالص. انا كل اللي انا بعمله ان انا بحاول افيدك بشكل ما، بحاول انزل معلومه مفيده، مش بحط الكاميرا قدامي واقعد اتكلم وخلاص. ده معنى الاستمراريه بالنسبه لي، وده ممكن يكون بالنسبه لناس كتير. فالاستمراريه مش معناها انك تحط الكاميرا قدامك وتقعد تتكلم وخلاص، او تقعد تعمل فيديوهات كل يوم. الاستمراريه معناها انك تفيد الناس حتى لو كل يوم، دي معناها استمراريه، ولكن انك تفيد الناس حتى لو كل اسبوع، كل يوم، كل يومين. ولكن نصيحتي انك ما تعملش فيديو كل يوم، لان فعلا 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 الفيديو اللي بتعمله كل يوم ده الفيديو اللي قبله بيموت. يعني لو عملت فيديو النهارده حلو جدا وعملت فيديو بعديه وحش او عادي، فالفيديو العادي ده هيتشاف والفيديو الحلو جدا هيتنسي. فاتمنى انك تكون مركز في النقط دي. تاني حاجه، كل شيتوس. طيب ايه معنى الموضوع ده؟ لا، شيتوس بيحافظ على حاجه كده في الجسم. يعني دراسات اثبتت ان شيتوس بيخليك تدخل الحمام، ولما تخش الحمام بيطلع منك احلى افكار في الدنيا. على فكره دي معلومه حقيقيه، في الحمام بتفكر بشكل احسن، فكل شيتوس عشان تدخل الحمام. ملحوظه، انا كل اللي انا بقوله في الفيديو ده انا عملته وبعمله. تمام. رقم 3 هي دقائق المشاهده. دقائق المشاهده مهمه جدا. دقائق المشاهده هي اللي بتوصل الفيديو لمحركات البحث، ولا بتوصل الفيديو لناس اكتر. لا، والمفاجاه دقائق المشاهده كمان بتخلي الفيديو بتاعك يجيب ارباح اكتر. ممكن دي تكون جديده شويه. لا مش جديده، ممكن اتقالت قبل كده، ممكن انا اكون قلتها قبل كده، ولكن ثانيه بس. ولكن دقائق المشاهده فعلا بتجيب ارباح اكتر، فعلا بتجيب ارباح اكتر. يعني لو الفيديو اتشاف مثلا فيديو دقيقتين اتشاف منه كام ثانيه واتقفل، حتى لو الاعلان الاول اتشاف، فيديو 5 دقائق اتشاف كله، او فيديو 3 4 دقائق واتشاف كله، بيفرق في الارباح. الاعلان ده بيبقى اغلى. الموضوع ده غالبا بيبقى صح. لازم تحافظ على دقائق المشاهده، لازم تحافظ على المشاهد بتاعك وهو بيتفرج عليك يقدر انه يكمل على الاقل نص الفيديو. بلاش موضوع انه يقعد كام ثانيه ويخرج. طب ليه 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 المشاهد ممكن يقعد كام ثانيه ويخرج؟ ده لسبب واحد بس، انك تكون كاتب عنوان مخادع، عنوان غلط، عنوان كذاب، فبالتالي هو بيخش ما بيلاقيش اللي هو عايزه. يعني انت مثلا ده اكيد اللي دخل وخرج ده يكون من الفئه الغير مستهدفه، وده اللي اتكلمت فيه من شويه على الاستمراريه. لما يكون الفئة غير مستهدفة فممكن يدخل ويخرج على طول، لانك انت كاتب عنوان شده والعنوان من جوه طلع حاجة تانية خالص، طلع حاجة مش تبعه خالص. تمام. فاتمنى تكون مركز برضو في الحته دي لانها مهمه جدا. موضوع دقائق المشاهده لازم تخلي الشخص اللي بيتفرج عليك يفضل مشدود معاك ويتفرج على الفيديو لحد اخر دقيقه. لو ما قدرتش لحد مثلا 5 دقائق، 6 دقائق، نص الفيديو حتى. تمام. فتحاول قوي 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 تخلي الموضوع ده يمشي معاك، لان ده هيفرق معاك في الفلوس، في الارباح اليوتيوب، يعني في المشاهدات،
في اللايك، هيفرق معاك في على مر الوقت، يعني هيفرق معاك الفيديو يوصل لمحركات البحث اسرع ويتصدر اكتر، فهيفرق معاك جدا. ده المشاهده لا تقل اهميه عن اللايك ولا تقل اهميه عن الكومنتات والتفاعل في القناه، فمهمه جدا ده يا مشاهده. رقم 4، اشرب شاي وقهوه كتير، لان دول فيهم نسبه كافيين، ونسبه الكافيين دي بتخليك تفكر بعمق اكتر، فبالتالي بتخليك عميق، فانت بالتالي هتفكر بعمق اكتر، صح؟ اظن كده يعني. المهم يعني اشرب شاي وقهوه كتير، ده اللي انا بعمله هنا مثلا. رقم 5، اللايك. طيب هنتكلم بقى عن اللايك بشكل مفصل اكتر. ليه احنا اصلا بنقول لك اعمل لايك؟ اللايك يا جماعه بيساعد على ان الفيديو يتصدر محركات البحث ويوصل لمحركات البحث اسرع ويتنشر اسرع. ليه؟ لان اللايك بيظهر الفيديو فيه الريكومندد. غير كده لو انت جيت تدور على اي حاجه في اليوتيوب، فتحت البحث كده ونزلت اداه فيد كيو اللي انا شرحتها قبل كده واتكلمنا فيها قبل كده، لو جيت تنزلها وتبحث عن اي حاجه في اليوتيوب، هتلاقي المتصدر في محركات البحث مكتوب تحته نسبه. النسبه دي يعني لازم تكون بالاخضر، لو كانت بالاحمر او بالاصفر مستحيل يكون الفيديو ده، او بنسبه كبيره يعني الفيديو ده مش هيتصدر محركات البحث، مش هيكون هو المتصدر. المتصدر دايما يا اما هيكون بالاخضر يا اما هيكون مثلا بالاصفر، هتلاقيه 89% 88%، مش هتلاقيه اقل من كده، مش هتلاقيه في السبعينات مثلا. بيبقى اخضر امتى؟ لما بيعدي 90%. انت حاول دايما تخلي الناس تعمل لايك عشان الفيديو بتاعك يعدي 90%، فبالتالي هيوصل لمحركات البحث اسرع، وبالتالي هيتصدر اسرع واحسن من الفيديوهات التانية. لو الفيديو بتاعك لونه النسبه لونها احمر، فبالتالي الفيديو بتاعك مش هيتصدر محركات البحث خالص، او هتلاقيه تحت خالص، يعني مش عمره ما يتصدر، لان كده معنى نسبه الديسلايكات بتساوي نسبه اللايكات او قريبه جدا من نسبه اللايكات، وده بيخلي الفيديو بتاعك ينزل خالص. تمام، ده بناء على الخوارزميات الجديده بتاعت اليوتيوب مش الحاجات القديمه. ممكن قبل كده كان في فعلا ان الديسلايكات لو كانت كتير واللايكات كتير، يعني الاثنين كتار، ممكن الفيديو يتصدر ويبقى ترند كمان، ولكن حاليا لا، الموضوع دلوقتي اختلف شويه، لازم اللايكات تبقى اعلى عشان الفيديو يقدر يوصل لمحركات البحث اسرع. بس عشان كده لما كل مره في الفيديو لما بقعد اقول لك اعمل لايك، اعمل سبسكرايب للقناه، واعمل لايك للفيديو، فعل الجرس، الكلام ده كله ده عشان بيساعد القناه فعلا تنمو اسرع، لان الفيديو بيوصل للناس اكتر وبيوصل لمشاهدين اكتر، فبيوصل للريكومندد، بيوصل لمحركات البحث اسرع، فبالتالي اللايك بتاعك بيساعد جدا، فاعمل لايك. اخر حاجه، جاري الترندات اللي في مجالك. يعني ايه يعني جاري الترندات في مجالي ازاي؟ يعني مثلا انا كمجال تكني مثلا، انا بصراحه ما بعملش الحركه دي، يعني مش دايما بعملها، ولكن يعني قريب مهم او بحاول اعملها بشكل ما، بس مش دايما بنجح فيها. يعني انت ممكن تنجح، انا ممكن ما انجحش، عادي. موضوع الترندات ده يا جماعه بسيط جدا، انك مثلا لقيت حاجه جديده الناس كلها بتتكلم عليها مثلا في المجال التقني، زي ما حصل ان الفيسبوك اخترق، حصل كذا كذا كذا، و50 مليون حساب اخترقوا من الفيسبوك او اتاخد منهم المعلومات، فبالتالي انت ممكن تتكلم على الموضوع ده. وانت لو قناه صغيره مثلا بتجيب 100 مشاهده في الفيديو، لا، الفيديو ده هيعدي معاك ويجيب 1000 مشاهده. لو الفيديو حلو وجاب لايكات اللي اتكلمنا عليها من شويه، ولو الفيديو كان كويس، فبالتالي الفيديو ده هيجيب لايكات كتير، فبالتالي ال1000 دول منهم ناس كتير هتعمل لايك، فجاب 500، جاب 1000 لايك، فبالتالي الفيديو ده هيعدي معاك وهيوصل وهيوصل يعني اللي هو يبقى في محركات البحث الاول او الثاني، هيتصدر، فبالتالي الفيديو ده هيجيب بدل 1000 مشاهده هيجيب 100000 مشاهده. الكلام ده حقيقي، تمام؟ فخد بالك قوي من موضوع الترندات ده، وحاول تمشي وتجاري الترندات، حتى لو هتتاخر مش مهم، بس حاول انك دايما تجاري الترندات. تجيب منين الترندات دي؟ بصراحه انا مش عارف، ولكن الفيسبوك بيبقى موجود فيه كل حاجه. يعني انا اليوم لما دخلت الفيسبوك ولقيت الاكونت بتاعي عمل لوج اوت ودخلت عليه تاني، لقيت الفيسبوك كله اتكلم عليها، الفيسبوك كله حرفيا، لان الموضوع ده حصل مع الفيسبوك كله مش معانا بس. فدي فرصه حلوه جدا لو انت قناه صغيره او قناه متوسطه، انك تجاري الترندات عشان تعلي بمستوى قناتك اسرع، تمام؟ وبس كده يا جدعان، كده اتكلمت عن شويه حاجات كده جت في دماغي والله، يعني حاولت ان انا يعني احاول الخص لكم اللي بنعمله في التشانل بتاعتنا، في اللي انا بعمله، يعني والله ما حدش معايا اصلا، مش دايما بقول بنعمله، بنحاول انا لوحدي اصلا. المهم يعني لو قلت بنحاول او بنعمل، فانتوا معايا مش انا لوحدي اكيد. فالمهم ده اللي انا حاولت اجمعه لكم، ده اللي انا جاي في دماغي النهارده. فانا ممكن يجي في دماغي حاجات تانية ونعمل جزء تاني من الحلقه دي، فياريت لو عجبتك الحلقه دي تعمل لايك للفيديو، يعني تنساش بالله عليك تعمل لايك، عشان انت عارف اللايك بقى بيساعد وكده وبيوصل الفيديو. انا قلت لك اللايك بيعمل ايه، فانت اعمل لايك بقى لو انت بتحب القناه بتاعتي او بتحب الحلقات اليوتيوبر فشيخ، نوصل الفيديو ده 400 لايك، واشترك في القناه عشان تشوفني، وتاكد لو انت مشترك في القناه تفعل جرس التنبيهات، هتلاقي اسفل الفيديو هتلاقي جنب زرار السبسكرايب موجود تحت زرار التنبيهات، حاول انك تفعل التنبيهات لو انت مش فعلها، او لو انت جديد اشترك في القناه. وبس كده، استنى شوف الحلقات اللي فاتت، واستنى الاسبوع الجاي تشوف الحلقات الجديده. وبس كده، شكرا جدا ليك على المشاهده، واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.